الستار محمد حامد، مواليد 1940، 22 يناير 1940، من محافظة قنا. ولما أنا سمعت إن في الحديد الصلب متفتح جديد، كنت أتمنى إن أنا أشوفه وأشتغل فيه. نزلت القاهرة من القطر يوم 25/2/58. أول ما الراجل خدني ودخلني على المصنع أنا حسيت برهبة، بقى رهبة كبيرة قوي. شهر واحد بقيت كأني واحد منهم. ما فيش حاجة كانت مفهورة في دماغي إلا إن أنا بلحم درجة أولى. قعدت ألحم في خيالي كده عشان أتعلم اللحام. اتخرجت منها لحم درجة أولى بامتياز الحمد لله. ده مصنع الحديد الصلب فتح سنة 58، فتحه جمال عبد الناصر الله يرحمه، وخطب عبد الناصر بقى في افتتاح المصنع، وقال ده كان حلم وربنا يكرمنا انه نتحقق. يسعدني ايها المواطنون ان ارى اليوم صناعة الصلب وصناعة الحديد وقد بدأت تأخذ لها مكانا تحت سماء مصر. مصر التي قالوا عنها انها لا تصلح الا لزراعة، مصر التي قالوا عنها انها لن تكون ابدا بلدا صناعية. وانا حينما ارى هذا المصنع وقد بدأ يصب، انما ارى فيه مصر وارى فيه ثورة مصر، وانما اشعر من كل قلبي ان ثورتكم اليوم ايها المواطنون اتخذت لها قاعدة جديدة، قاعدة من الصلب وقاعدة من الفولاذ. كان لما جاء افتتح المصنع كان حلوان كلها اتجمعت قدام باب المصنع عشان تتفرج على عبد الناصر. طبعا شفت عبد الناصر، انا من عشاق عبد الناصر، انا كنت بعشقه لانه كان زعيم بمعنى الكلمه فعلا، وكان راجل وطني. كان معشوق المصريين فعلا هو. الونش اهو شايل البتقه بتاعه اللي فيها الحديد السايح ده، الحديد المسلح ده بيسموه السحب على الساخن. شوف البتقه بتتفضى اهو، بشيلها الونش وبفضيها عشان تخش على الصب. حوض الصب بيطلع منه بقى حديد مسلح، ويطلع منه كمر، ويطلع منه التشكيله اللي هم عايزينها. دي عربيه سكه حديد بيشحنوا فيها الحديد. عمال المصنع لابسين زي واحد موحد، هو كان تقريبا لون رصاصي. كان المهندس زي العامل، كله طالما دخل المصنع يلبس البدله دي. انا واقف هنا وسط زمايلنا، ده محمد عبد الغني وده مصطفى المساعد بتاعنا. احنا بنقطع الماسوره دي عشان نجلخها بعد كده وتخش جوه العنبر تركب. وانا لابس الرصاص، كلنا لون واحد اهو. دي ماسوره ثانيه برضو انا حاول نقطعها، وانا واقف في الصوره اهو لابس البدله الرصاص الجميله دي. يا ريت ليت الشباب يعود يوما، يا ريت الواحد يرجع لايام الصبا دي. دي صورة برضو للعياقة يعني زي ما بيقولوا، فاضي بقى في وقت الراحة. ودي صورة للذكرى برضو، ده مصطفى، ده عبد مصطفى الله يرحمه من اسكندرية، وده أنا. الصورة الثانية دي بقى أنا بلحم الماسورة، هو جاهز تحت الماسورة أهو وبقى بلحمها. دي ماسورة تذكارية بقى بين واحد اسمه عبد الباسط الله يرحمه، توفى الله يرحمه رحمه تنزل عليه، وادي هنا بقى عبد الراضي وانا واقف اهو.
فكرتها بدأت عندما وجد خام الحديد في مناطق متعددة داخل جمهورية مصر العربية، فكان على الجمهورية العربية المتحدة أن تؤسس لبنية صناعية كبرى تبدأ بشركة الحديد والصلب، أن تؤسس لإنتاجية صناعة السيارات، تؤسس لإنتاجية الكباري، المنشآت الصناعية إلى آخره. فحلوان تم تأسيسها بنية ذات أبعاد صناعية لشركات أخرى. كانت شركة الحديد والصلب تتجاوز في أهميتها السد العالي الذي بني في الستينات. من داخل هذه الأهمية كانت على الحكومة المصرية أنذاك أن تسعى في إنتاج نهضة صناعية متعددة تكون بذرتها هذه الصناعة، صناعة الحديد والصلب. تطورت هذه المنتجات حتى وصلنا لإنتاج أكثر من 52 نوع من أنواع التشكيلات الحديدية. كان على إدارة الشركة أن تختار الزي، فكنا نرى اللون البني، كنا نرى اللون الأبيض الجيري، كنا نرى اللون الكوك اللي هو لون الفحم، كل هذه مكونات تنتج اللبيد. اللبيد لونه مؤكسد، يعني يقترب من الحديد الصادق. كان يتم تفصيل البدل ذات اللون الرمادي أو اللون الأزرق أو حتى اللون البترولي، كل لون كان يتميز به قطاع من قطاعات الشركة بحسب طبيعة إنتاجية هذا القطاع أو الآخر أو الآخر أو الآخر. كنا فرحانين بيه جدا واحنا شغالين جوه. الواحد لما بتسأل، انا كنت شغال في الحديد والصلب، ودي ذكرى جميله بصراحه انا بفتخر بيها. انا لما اتفرجت على الشيف الملون حسيت بان الزمن بيرجعني تاني لورا، يا ريت كنت ارجع لورا تاني واشتغل في الحديد والصلب. وبيفكرني بايام شبابي بقى، وإن أنا ساهمت في مشروع عملاق زي كده، وكل فخر بصراحة ربنا. أيام كانت جميلة بصراحة ربنا. الحديد والصلب بدأ سنة 58، جاء عبد الناصر الله يرحمه افتتحها، هو قيادة مجلس الثورة والوزراء وعلى رأسهم وزير الصناعة عزيز صدقي، بعدد عمال قليل مش كتير قوي، لأن المرحلة كانت صغيرة مش كبيرة. كنا طبعاً بنلبس بدل رصاصي جينز. وخلصت المرحلة الأولى، ابتدت في المصنع يعمل مصانع مراحل تانية بقى. بدأت المرحلة التانية في حاجة اسمها الدرفلة والشرايط، وبعد كده بقى في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة جاء فيها مجمع اسمه مجمع الحديد والصلب، ده كان بيحتوي على 4 مناطق. دي المرحلة الأخيرة تعتبر في مجمع الحديد والصلب. حتى ساعتها كان في نقص في العمالة عندنا، فبلغوا المرحوم عزيز صدقي قالوا احنا عايزين ناس، فجاب ناس مندوبين من كل شركات الجمهورية، وخلصت المرحلة الأخيرة. بعد كده ابتدت بقى الزيارات اللي ايه لبعض الوفود، زي مثلا الامبراطور هيلا سلاسي جزار المصنع، وجا معاه مسؤولين قياده الثوره وعزيز صدقي الله يرحمه. وجات وفود كتير جدا على فكره تزور المصنع ده، لان اول مصنع يتعمل في الشرق الاوسط. وكنا في كمان ناس كانت بتيجي تتدرب عندنا، سوريين والمصريين والعراقيين كانوا بيتدربوا عندنا. انا اتعينت طبعا مساعد لحام في المصنع في سنه 58 برضو. في خلال سنتين ان شاء الله بقيت لحام،
يعني اللحام درجة حرارته تبقى قليلة شوية. أما كتر خير الناس اللي بتشتغل في الأفران بقى. الأفران دي درجة الحرارة فيها بتبقى عالية جدا. أنا كل الواحد لما يوقف كده جنب الصب يحس نفسه إنه ولع. قسم اللحام بيحاول حاجات كتير يعني، بيلحم بليت، لحم كمر، لحم مواسير. أنا كنت بلحم عشان بيت لحم درجة أولى، كنت بلحم في المواسير في خط الغاز. كان بكل حاجة في خاصة بالحديد كان بيصنعها، صاج خفيف وثقيل، صنع الكمر، صنع سياخ المسلح الحديد الأسمنت. كان بيصنع كل حاجة تخص الحديد كان بيصنعها. بتباع في السوق المحلي وبتصدر منها. كان يتعاقدوا مع كذا دولة يصدروا لها. كانت يعني إضافة جديدة للاقتصاد المصري بصراحة. ومصنع الحديد الصلب ده عمل طفرة كبيرة جدا جدا داخل البلد، وشغل ناس كتير جدا، وخرج ناس كتير جدا، ودرب ناس كتير من الدول العربية. وكان مصنع رائع بصراحة، رائع جدا. حلوان كانت في قبل الحديد الصلب بيشتغل، كانت بلد هادية جدا وكلها فلل، وكان بيسكنوا فيها البشوات زمان. بس بعد ما اتفتح المصنع الحديد الصلب ده بقى بلد، بقت ايه، جذب للعمالة. ابتدت بقى المساكن تنشأ جديد، وحلوان تتوسع بقى، وحلوان عمرت بقى، والناس بقت مبسوطة. وأنا بقى استقريت في حلوان بقى خلاص بقى، واتجوزت في حلوان، وعشت حياتي كلها في حلوان لغاية دلوقتي.